فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذين يذهبون إلى البر يكون الماء أحيانا بعيدا عنهم تقريبا 20 كيلو ويشق عليهم التردد لجلب الماء، فهل لهم أن يتيمموا؟ ما معهم أواني وأوعية يملونها يروون، إذا كان ما معهم أواني فلا يترددون، هو ما يدرك بالرجل إلا بمشقة أو النظر إلى السيارة، ما كل الناس عندهم سيارات، النظر إلى الرجل، إذا كان ما يشق عليك طلبه مشي يلزمك طلبه، أما إذا كان إنه ما تدرك برجلك ما هو بلازم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.